الكابتن اللي لابس ايس كاب جنب احمد ده لو سمحت تقلع الايس كاب. ايه الكابتن اللي هو حضرتك تقلع الايس كاب. ايوه كده زي القمر كده. انما قبل كده عامل زي الحشاشين اللي ماشيين في الشارع يعني. انا مبسوطين النهارده ان شاء الله ضيف البنت اخذها بالبيبرا الكولا. البيبرا الكولا بيتكون من مين؟ انا بيتكون من ايه البيبرا الكولا؟ لا زعق مش دي تاكل على دقنك انت عامل زي البولي. ها بيتكون من ايه البيبرا الكولا؟ هل السباينال كورد يعتبر من البرتيبرا الكولا؟ ايوه. مين موافق امجد؟ السباينال امجد بيقول البرتيبرا الكولا بيتكون من ايه؟ بيقول لي بيتكون من البرتيبرا العظام والسباينال كورد. هل كلامه صحيح؟ ايه الغلط في كلامه؟ سباينال كورد لا يا امجد، سباينال كورد تبع السنترال نيرفس سيستم. ها؟ يعني بيتكون من البولز بس اللي هي ايه؟ فيرتبرا وفيرتبرا وفيرتبرا وفيرتبرا. ماشي؟ فيرتبري كده اهو خلاص البودي اوف ذا فيرتبرا. وبعدين الفيرتبرا بتكونكت مع بعضها ازاي؟ حد يعرف انتوا خدتوا الفيرتبرا في المحاضرة؟ ايوه. طيب الجدع بقى الشاطر اللي يقول لي how two vertebrae articulated with each other. انت ها؟ طب بس خلوا ادوا فرصة للراجل يتكلم. ماشي؟ تمام. وبعدين ها 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 يلا how to vertebrae articulated with each other. تمام. ها ما هي الإضافات الأخرى؟ How two vertebrae articulate cartilaginous joints. ها؟ cartilaginous joints. The secondary cartilaginous اللي هو the intervertebral disc. ها؟ إيه تاني؟ ما هو قلب. ها؟ muscles of the back. إيه؟ muscles بتعمل support. أنا بقول articulation بس يا مشا. اسمك مش مصاب؟ الحمد لله. انت اسمك ايه؟ غامدي. غامد الغامدي؟ غامد الغامدي. سفيان السفياني. كان عندي سفيان السفياني من كام سنة، هو زمانه دلوقتي ما شاء الله استشاري ولا مدير ولا حاجة. سفيان السفياني، غامد الغامدي. ماجد الأمجد. أحمد الأحمدي. من قلة الأسامي. في واحد قريبنا من بس في فرع تاني اسمه محمد 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 السلام محمد أسر أربعة. في حد أسر أربعة هنا؟ أربعة؟ بجد؟ ليه يعني من قلة الأسامي ولا إيه؟ عليكم الصلاة والسلام. علي بص يا سيدي الفاضل، بص يا سيدي الفاضل، بص حضراتكم يا طلبة الطب يلي تاخدوا كورس بيتي وتفتحونا مع الدكتور فلاتة، خلاص الدكتور صلاح تفتحونا معاه. البرتبرا بتاعتي كده صح الكلام؟ في سوبيرو ارتيكولار فاسيت وفي انفيرو ارتيكولار فاسيت صح؟ البرتبرا دي مش في لامينا وفي سباينس بروسيس صح الكلام؟ وفي برتبرا تحتها ليها فاسيت وليها فاسيت وفي لاميني وفي سباينس بروسيس صح الكلام؟
بصمة حضرتك. الارتكوليشن how to vertebrae articulated with each others دي حاجات كتيرة قوي. هنا المفروض الفاسيت ده يعني نعليه شوية كده والفاسيت ده نوطيه شوية كده. يبقى نمرة واحد احنا بنقول articulation. ها articulation يعني joint وليه اسم. هنا في عندك intervertebral disc نمرة واحد. ده الانترفيرتيبرال ديسك صح؟ ده سكندري كارتيليجن جوينت. نمرة 2 الانفيرير ارتيكولار فاسيت مع السوبير ارتيكولار فاسيت ده انترفيرتيبرال جوينت اسمه وده ساينوفيال بلين. ساينوفيال بلين. بص يا سيدي الفاضل بعد كده لامينا مع لامينا بيبقى فيه ليجامنت ماسك بينهم وبين بعض ده اسمه ليجامنتم فلافر. اسمه ليجامنتم فلافر. السباين بيمسك مع السباين بحاجة اسمها انتر سباينس ليجامنت. وعلى التب في ليجامنت تاني اسمه سوبرا سباينس ليجامنت. وبعدين البودي من قدام عندها انتيريور لونجيتيودنال ليجامنت ومن ورا عندها بوستيريور لونجيتيودنال ليجامنت. ماشي الكلام يا شباب؟ دي كده هاو فيرتيبري ارتكوليتد ويز ايتش اذر. هذا الشيء الذي يدعى انتر فيرتيبرال ديسك بيتكون من ايه؟ بيتكون من فايبروس تيشو بره كده اسمها انيولوس فايبروزس وفي النص في جيلاتينس ماتيريال نيوكلياس كده اسمها نيوكلياس بالبوزس. اسمها نيوكلياس ايه؟ بالبوزس. نيوكلياس بالبوزس دي بتاعت الشوك ابزوربشن وبتتحرك على حسب الايه الايفكت اوف ذا جرافيتي. يعني ممكن تطلع قدام ممكن تطلع ورا. يعني هي عامله زي حبايه الكريز كده بس من غير نوايا. خلاص جيلاتينس ماتيريال كده بتسميها نيوكلياس ايه بالبوز. دلوقتي الفيرتيبرال كولوم بتاعي انا لما هاجي اخد الديفلوبمنت بتاعه عايز اطلع الفيرتيبرا وعايز اطلع الانتر فيرتيبرال ايه ديسك. بعد كده اي فايبرس جوينت بتاعي او ليجامنت دي هتطلع برضو من الايه من الميزوديرم. يبقى انا المهمه بتاعتي النهارده ازاي الفيرتيبرا دي بتطلع. او في حاجه تانية في ترانسفيرس بروسيس. مع ترانسفيرس بروسيس في انتر ترانسفيرس ليجامنت وانتر ترانسفيرس ماسل. يعني كل حته بتمسك مع الحته اللي تحتها البودي مع البودي بالانتر فيرتيبرال ديسك زائد السوبير والانفيرير ارتيكولار فاسيت. اللامينا مع اللامينا بالليجامنتم فلورا. السباين مع السباين بالانتر سباينس والسوبرا سباينس ليجامنت. الترانسفيرس بروسيس مع الترانسفيرس بروسيس بالانتر ترانسفيرس ليجامنت زائد انتر ترانسفيرسس ماسل. خلاص. انما جوه بقى في النيورال ارش وعامل لك الفيرتيبرال كانال اللي ماشي فيها السباينال كورد ده ليس لنا به اي شغل. فاحنا دلوقتي هنا هيبقى في عندك الديفلوبمنت اوف ذا بودي اوف ذا فيرتيبرا زائد الديفلوبمنت اوف ذا انتر فيرتيبرال ديسك. طبعا دي البون والكارتليج فهيطلعوا من الميزوديرم. هيطلعوا منين؟ من الميزوديرم. لما يجي يطلعوا من الميزوديرم يجي كده بقى في الكلمتين اللي احنا حفظناهم 500,000 مره للاسف الريموت محطوط على المكتب نسيته عشان الدكتور حسين ده كلمني شويه لاني انسى الريموت بتاع السلايدز وانا غالبا ما بحتاجهاش. يعني كده اكتودير كده اندودير كده هيبقى الانترا امبريونيك ميزودير. ولو فاكرين هنا كان في حاجه اسمها نيوروتيوب وهنا يبقى في عندك مين نوتوكور. خلاص. البارا اكزيال ميزوديرم كان بيتقسم الى ايه؟ سومايتس. ادي السومايتس بتاعتي. والسومايتس بتاعتي بتتقسم بعد كده الى دورسال بارت وفنترال ايه بارت. فنتروميديال ودورسولاترال. فنتروميديال بارت ودورسولاترال بارت. الدورسولاترال بارت ده سميناه ايه يا رجاله؟ ديرم. لا ما تنسوش بقى خلاص عيب عليكم ده انتوا داخلين على فضايح. انتوا داخلين مع الناس بتوع الكلينيكا ما تفتحوناش بقى خلاص. بتوع الكلينيكا بييجوا يقول لك العيال طالبين لنا ما يعرفوش حاجه.
انتوا بتدوا اناتوم ليه؟ يعني زي ما يكون المفروض منكم مننا ان احنا جارانتين وتحفظوا لغايه ما نراه. والحته الميديا اللي دي اسمها ايه؟ سكليروتومز. اسمها ايه يا رجاله؟ سكليروتومز. ماشي؟ يحدث انفصال ما بين الدرمومايتوم والسكليروتوم. السكليروتوم بتاعتها دي هتنشق عن اخواتها وهتعمل زي الموضة بتاعت اليومين دولت. الموضة ان مفيش حد عايز يقعد مع التاني. كاتالونيا عايزة تنفصل عن اسبانيا. اقليم كردستان عايز ينقسم عن العراق. الصعيد عايز ينقسم عن مصر. عايز الصعايده لوحدهم عشان لما نطلع عليهم نفس يقوم ضربنا بالنار. فالسكليروتوم شايفه ظاهره الانفصال فقالت هنفصل عن اصدقائي الديرمومايتوم لان برضو دول بينقسموا الى مايتوم وديرماتوم. فالسكليروتوم هتنقسم وتكون عامله مايجريشن ميديالي عشان تسراوند النوتو كورد. عشان سراوند ايه؟ النوتو كورد. يعني لو النوتو كورد بتاعي كده حته السكليروتوم هتيجي من الناحيه دي وحته السكليروتوم هتيجي من الناحيه دي. خلاص؟ احنا هنا خلوا بالكم واخدين ترانسفيرس سكشن وليس ساجيتال سكشن. ترانسفيرس ايه؟ سكشن. الخطوة الثانية هتبص تلاقي النوتو كورد بتاعنا عيني في النص كده وقالت السكليروتوم الاثنين فيوزد مع بعضهم وعملوا كده. عملت لي حاجة اسمها برو فيرتيبرا. اسمها برو فيرتيبرا. طب المنظر ده يا دكتور لو احنا خدناه من لتشيرين. لو احنا خدناه لونجيتيودنا كده او سجل يبقى انت عندك ادي واحدة سكليروتوم يمين وشمال وادي سكليروتوم يمين وشمال وادي سكليروتوم يمين وشمال. مين الافندي اللي عيني تحوط بيهم؟ نوتوكور. نوتوكور صح؟ يبقى دي برو فيرتبرا ودي برو فيرتبرا ودي برو فيرتبرا يعني ما قبل الفيرتبرا وده مين؟ النوتو كورد في النص. عامل بالظبط زي المثل اللي انا بقوله عامل زي سيخ الكباب. تجيب اللحمه وتحطها على السيخ وبعد كده بتقوم مقطع الراجل بيقطع ايه العمود بتاع اللحمه الى قطع عشان ما يقعش. فبيقسمها ايه لا ايه بروفرتبرا 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 وفي سيخ حديد في النص صح؟ وفي سيخ حديد ماشي جوه الايه؟ اللحمه. فاللحمه بتاعتنا دي بروفرتبرا ودي بروفرتبرا ودي بروفرتبرا والعمود اللي ماشي ده هيبقى مين؟ النوتو كورد مش سباينال كورد. الراجل اللي قال سباينال كورد يصوم ثلاث ايام. مين اللي قال؟ خلاص خليها في سيرك خلاص؟ ضميره يأنبه. ضميره هيقنبه ثلاث ايام ويصوم. يا اما يديني 500 ريال. عارف الشباب دي عاوزه مش فاضي. المكافاه ما نزلت. ايش؟ المكافاه ما نزلت. انتوا مستنيين المكافاه ده انتوا عيال. واقف عند بتاع الماشينز بتاعت الحاجات دي كده وبعدين بقول بعد بهزر مع الطلبه رايحين كلهم يشتروا فبقول لهم ما حدش هيشتري غير لما يشتري لي. واحد يجيب واحدة ليه واحدة ليه واحدة ليه واحدة ليه. أما الأفندي قال لك نحضر المحاضرة أحسن. بروفر تبرا وبروفر تبرا وبروفر تبرا. حلو الكلام؟ يوم جاي في كل بروفر تبرا يحصل فيه فيشر. يحصل فيه إيه؟ فيشر. يحصل فيه شرخ كده. شرخ يحصل وهذا الشرخ condensation of the mesoderm. هذا الشرخ او الفشر
ترانزيانت فيشر وبنسميه بيريكورديال فيشر. بيريكورديال ايه؟ فيشر. يعني حاجه كده ايه؟ ترانزيانت ونسميه بيريكورديال فيشر. كل الروفرتيبرا دلوقتي اتقسمت الى نصين، صح الكلام؟ نص علوي ونص سفلي، upper part و lower part، upper part و lower part. تقوم كل half من الفرتبري يميجريت للهاف اللي جنبه، اللور يروح للأبر ويفيوزد معاه، اللور يروح للأبر ويفيوزد معاه، اللور يروح للأبر ويفيوزد معاه. يقوم عامل لك ايه؟ اهي ناخد المنظر ده، ناخد النص ده مع النص ده، تقوم عامله كده صح؟ والاخضر اهو اللي هو البريكوردال فيشر، تقوم عامله كده والاخضر يبقى كده اللي هو الايه؟ بريكوردال فيشر، صح الكلام؟ يبقى كل بعد كده تقوم متكونه فيرتبرا وفيرتبرا وفيرتبرا، ويظهر بينهم انتر فيرتبرال ديسك اللي هو كان مين؟ البريكوردال فيشر والكونسيشن والميزودير. وكل فيرتبرا بتكون من جزئين، جزء من السومايت اللي فوق وجزء من السومايت اللي تحت، جزء من السومايت اللي فوق وجزء من السومايت اللي تحت، يعني كل واحده بتتكون من اثنين سومايت. حد فاهم حاجه؟ سهله؟ ماشي الحال؟ يبقى احنا الاول هنا سكليروتون هيمايجريت ميديالي، يقوم طالع وعامله لك بروفرتبرا، البروفرتبرا بتاعتي هيظهر فيها سكليروتوميك فيشر، تقسم البروفرتبرا الى ابر بارت ولور بارت، الابر بارت هيفيوز ويز ذا اللور بارت، هيفيوز مع الابر بارت اوف ذا بروفرتبرا بلو، وهكذا هيفيوز مع بعض عشان تعمل بروفرتبرا، والبريكوردال فيشر يتحول الى انتر فيرتبرال ديسك. دكتور هنا كان ماشي مين؟ النوتوكور. هنا كان ماشي مين؟ النوتوكور، صح الكلام؟ انت وانت بتعمل كباب بتحط اللحمه بتاعتك، ولما بتستوي بتسحب السيك. يعني هنا النوتوكور دي كان هو الفانكشن بتاعته ان هو يبقى الاكسس around which the vertebra formed. طيب احنا بعد ما عملنا الفرتبرا، انتوا عارفين دايما بتوع يعني حاجات الامبريولوجي ساعات بيحصل فيها ايه؟ ندالات كتيره، صح؟ اندال بعد ما بياخدوا اللي عايزينه بايه؟ بيرموا، ماشي الكلام؟ بس هنا انا مش هعرف استندل، هستندل ازاي؟ هسحب النوتوكورد؟ لا مش هسحبه، لكن النوتوكورد بقى هيبقى عنده كرامه مش مستني حد يسحبه. الجزء اللي جوه البودي اوف ذا فيرتبرا هيبقى ابزوربد كومبليتلي، والجزء اللي في الانتر فيرتبرال ديسك هيرمين اس نيوكليوس. نيوكليوس بالبوس. وصل؟ يبقى هنا اللي يقول لي ان النوتوكورد فور ذا فيرتبرال كولن يبقى حمار بديل. النوتوكورد الاكسس اراوند ويتش الفيرتبرال كولن بيبقى فورمد اند ات ريمينز او اتس ريمينانت فورمز ذا نيوكليوس بالبوزوس اوف ذا انتر فيرتبرال ديسك. يا اسطى اصحى، بابا جاب لك موز. خلاص يبقى في النص هيبقى ايه؟ النيوكليوس بالبوزوس دي هتبقى من مين يا شباب؟ نوتوكورد. حلو الكلام؟ طبعا هنا الفيرتبري بتاعتك بتمر بمراحل الكونجريفيكيشن ثم الاوسيفيكيشن. الاول ميزينكايمال بس حته عجينه ميزودير، بعد كده يحصل لها كونجريفيكيشن، بعد كده يحصل لها ايه؟ اوسيفيكيشن. من سنترز سكندري سنترز اوف اوسيفيكيشن. كل فيرتبرا من الفيرتبري دي
كل فيرتبرا كده بيطلع لها اتنين بروسيسز، بيطلع لها اتنين بروسيسز. عجينه شكل فيها زي ما انت عايز، خلاص احنا بنهزر عجينه تشكل فيها زي ما انت عايز. الامبريولوجي هيألفه بقى، يطلع هيرسم اللي في دماغه. فبيطلع اتنين لاترال بروسيسز من البودي اوف ذا فيرتبرا. بروسيس من قدام اسمه الكوستال بروسيس، والبروسيس اللي ورا هيبقى اسمه ترانسفيرس بروسيس. حلو الكلام. الكوستال بروسيس بتاعته الفيت بتاعته بتتغير من اريا الى اريا. في منطقه السيرفايكال ريجون هتبص تلاقي ان ده الترانسفيرس بروسيس. الكوستال بروسيس بتاعنا، الكوستال بروسيس ده في السيرفايكال ريجون هيخش ويبقى فيوزد مع الترانسفيرس بروسيس ويحوطه الفورام ترانسفيرسيتي. في منطقه السيرفايكال ريجون عمل لك الفورام ترانسفيرسيتي، وفي منطقه الثوراسيك ريجون ترانسفيرس بروسيس كده. الكوستال بروسيس هيعمل ايه؟ هيكبر ويبقى ريبس. مش هيدخل، ما هو مفيش ريبس، وانا عندي ريب دلوقتي ما عنديش ريب. هنا هيكبر قوي ويعمل لك ريب كده ويارتيكوليت مع الترانسفيرس بروسيس. اسمه ايه؟ مش ده اسمه كوستو ترانسفيرس جوينت صح؟ ولا ما خدتوهاش؟ مش خدت صوره الا ماشي الكلام. يبقى هنا الكوستال في الثوراسيك ريجن هيكبر ويعمل لك ايه؟ ريب. في منطقه اللامبر ريجن ومنطقه السكرم، في منطقه اللامبر هيدخل ويشارك في الفورميشن اوف ذا ترانسفيرس بروسيس، وفي منطقه السكرم ريجن هيدخل ويشارك في الفورميشن اوف ذا لاترال بليد او لاترال ماس اوف ذا سكرم. ده مين يا شباب؟ ده هيبقى الكوستال بروسيس. طب يا دكتور لسه هنا زياده على الاثنين بروسيسز دول، اثنين بروسيسز تاني يطلعوا بوستيريورلي ويعملوا لك حاجه اسمها نيورال ارش. مين اللي نايم هنا ورا النوتو كورد؟ يعني البروفيرتيبرا دي وراها مين؟ نيورال تيوب. يعني الاثنين بروسيسز اللي يطلعوا من ورا دولت ويعملوا لك النيورال ارش هيحوطوا السكت بتاعتنا النيورال تيوب عشان يبقى اللي هيبقى سباينال كورد. بعد كده الاثنين بروسيسز دولت هيفيوزد مع بعضهم هيبقوا لامينا ويفيوزد مع بعض ويعملوا لك مين؟ السباين. هذا الكلام كله في الفيرتبرال كولم ما عدا حته صغيره في واحد واثنين. البودي بتاع واحد بينزل ويشبك مع اثنين ويعمل لك الدنس اوف ذا اكسس، وسي واحد ما يبقالهاش بودي. سهل الديفلوبمنت اوف الفيرتبرال كولم؟ هو ده الديفلوبمنت اوف الفيرتبرال كولم. حاجة سهلة جدا وفي منتهى البساطة اللي في الدرجة. اللي يهمنا بقى في الديفلوبمنت ده الكونجنتال انوماليز. الكونجنتال ايه؟ انوماليز. وفي الكونجنتال انوماليز في حاجات مهمة بشراسة. يعني لو احنا تصفحنا الكلمتين اللي احنا قلناهم، لان انا ما جبتش للاسف الريموت. الفيرتبرال كولم ديفلوبد فروم ذا سكليروتومز اوف ذا سوفايتس اوف بارا اكسل ميزوديرمي ديورنج ذا فورست ويك اوف ذا انترفيرال لايف. تخيلوا في ناس بتعمل المحاضره زي ما انا بعملها كده دلوقتي. تخيلوا في ناس بتقعد تقرا المحاضره كده حتى في السيمينارات، حتى في السيمينار ويقول لك ورشة عمل واحضر واعمل. الواحد بينفاجئ بالناس واقفه تعمل كده بالظبط كده بالظبط. The vertebral column develops from the sphenotomes of the somatic bioaxial mesoderm during the first week of intracranial life. The sclerotome هتبقى separated from the myotomes. أنا أفتكر جاي تديني عصير ولا حاجة. أربعة محمد ولا ستة. The sclerotome هتسيبريت from the إيه؟
مايوتومز ومايجريت ميديالي وبنترالي علشان الراوند النوتو كورد والنوتو كورد فورم ذا اكسس اراوند ويتش كفرتيبرا كولان هيز ديفلوب السبيرال تومك سيجمنت فور وات از كولد برو فيرتيبرا. طبعا الصوره بتتكلم ادي المايوتوم المايوتومز السومايتس كلها مقسومة إلى سكليروتومز ده الميديالي والديرمومايوتومز الاثنين اللاترال. بعد كده السكليروتوم هتمايجريت للسراوند مين النوتوكور. ترانسفيرس فيشر أبير إن ذا ميدل لاين فور إيست بروفرتيبرا كولد سكليروتومي فيشر ترانسفيرس وهيعمل بيريكوردال ديسك والكلام الإيه فاضي ده والرسمتين دول. أنا بقى مش عايز أضيع وقت الكلام ده. كوستال بروسيس بتاعنا هيفيوز وقلنا الفيل بتاعه هيدفر فروم اريا تو اريا في السيرفايكال ريجون هيفيوز مع ترانسفيرس عشان يعمل لك الفورم ترانسفيرس ستيريوم في الثوراسك هيبقى ليه في اللمبر وفي السيكرام هيخش في الفورميشن اوف ذا ترانسفيرس بروسيس. والبيريكوردال ديسك هيبقى في عندنا الانتر فيرتيبرال ديسك والنوت كورد قلنا هيبقى ابسوربت في الحته بتاعت البودي اوف ذا فيرتيبرا وهيبقى بعد كده ريمينانت از نيوكليوس بلبس. ما هي الكونجنتال انوماليز اوف ذا فيرتيبرا؟ في كونجنتال انوماليز في الاول خالص بس مش مكتوبه. ايه هي؟ عايز واحد كده من نوكو شكل الجيل اللي في دماغه البرين ما يدعى برين. لا محمد مش لدرجه انك تقلع الجهاز مطلوب تشرب وعال تعصير تحتك. احمد لو سمحت في شيشه الله يكرمك الله يكرمك عشان بعد كده هنضربه باللي هو قلعه ده مش لدرجه يعني والله العظيم انت كده كمان بتحزنني كل ما اشوف الكروكس ده عشان بفتكر الكروكس بتاعي اللي انا نسيته وحكيت لكم عليه السنه اللي فاتت صح؟ لا والله ما حكيتلكوش على الكروكس بتاعي؟ بنتي راحت معسكر في لندن تبع الكشافه وبعدين انا كنت مديها فلوس بغير لها يورو أو بغير لها سترين مديها شوية فلوس يعني هي وأخوها. أنا عندي ولد وبنت الاثنين يعني أنا جايب اثنين ورا بعض في أكتوبر واحدة 23 أكتوبر واحد 28 أكتوبر واحدة 23 أكتوبر 27 و98 بعد كده قعدنا مريحين كتير وبعدين جالنا واحد كده أكبر الشيطان يعني الشيطان ما اجتمع رجل وانثى الا كان ثالثهم الشيطان. بعد عمر طويل الشيطان بقى ونسينا وجبنا الحيط خوف اعداديه دلوقتي ان شاء الله متواصل. المهم البنت اديتها فلوس هي واخوها قالوا مشتركين في الكشافه عندنا وبعدين عاملين لهم معسكر كشافه رايحين لندن اديتها فلوس هي واخوها راحوا لندن عايزه ترد لي الجميل وهي جايه يا بنت الكروكس اوريجينال من لندن اوريجينال والله يعني حاجه كده فخمه. المهم خدته جيت جيت البسه هنا في السعوديه من كام سنه كده 4 سنين ولا حاجه. انا بروح المسجد بقرف في المنظر انت خلاص ابو ام الشباشب والمنظر القذر اللي بيروح والريحه المعفنه والقرف فانا احط الكروكس في وسط الزباله دي. قمت شاري كروكس تاني اللي هو بقى يعني ايه؟ ب5 ريال لا ب 30 جنيه من مصر يعني ب 6 ريال كده قبل ما الجنيه يقع كان حوالي مثلا 15 ريال او 10 يا سيدي 10 ريال 5 ريال ما تزعلش. المهم حاجه كده ايه اروح بقى اصلي وخلاص. فالبنت الام اجازه عشان يجددوا الاقامه فشافوني لابس البتاع ده صرخ بابا ايه اللي انت محببه ده؟ في ايه؟ ايه القرف اللي انت لابسه في رجلك ده؟ يا بنتي انا بروح اصلي بيه، امال اللي انا جايبهولك ده ايه؟ لا عيب عليك تبقى استاذ في كليه الطب وحد يقابلك وبعدين لابس الزفت ده في رجليك. يا بنتي انت ما بتروحيش الجامع وتشوفي. قالت لي برضه وليكن. ودي اخرك اللي يسمع كلام العيال. ف
خدت الكروس ونزلت اصلي العشاء صليته على البتاع كده واطلع ما لقيتهوش ادور يمين وشمال ما فيش. طب اشمعنى ام الكروكس بتاعي وحد يعرفه؟ اكيد اللي خده عارف ان ده حاجه كده غير الزباله اللي محطوطه جنبه يعني. طب يا جماعه حرام عليكم، ده انا جاي اصلي وفطر وكده وبتاع، فمفيش فايده. فبدانا الف حوالين الجامع وادخل وادور واسال، والراجل يجي بتاع المسجد الخادم الحارس المسجد ولا ده الخادم اساله مفيش، ويقفل المسجد واروح ادور قدام المسجد تاني حد يكون خده غلط ورجعه. انما ابدا ده خده وما صلاش وشرخ يعني، هو شايفني وانا بحط الكروكس، فقال لك يعني ولا عيشه ولا ما عيشاش، ربنا انه غفور رحيم وخد ايه هنصليها عوضه بكره وخد الكروكس. ايوه ان كان محتاجه فهو ما كانش محتاجه فصدق. عمر بن الخطاب قال كده يعني، او علي بن ابي طالب يعني، صح؟ اه اذا كان فانا هعمل ايه؟ خلاص ضاع. والله برضو اصل انا موعود يعني، حتى مراتي بتقول انت منحوس يا جمال موعود. كان في جنازه عندنا في مسجد رابعه العدويه في مصر، وكنت جايب رايح بكوتشي اديداس اوريجينال برضو. اصل انا عقد، انا راجل معقد، انا ما بلبسش غير البراند نيمز والاوريجينال، ما ادفعش فلوس. اه والله العظيم فقري كده بضيع فلوس على الحاجات اللي ايه البراند والاوريجينال، ما ادفعش في المضروب اي حاجه، المضروب ده بالنسبه لي خساره. فواحد كوتشي اديداس والله العظيم برضو دافع فيه مبلغ وقدره قد كده اهو قد كده، ورحت اصلي الجنازه طلعت مشيت حافي، خدت شبشب من الحمام اروح حضرت بيه الجنازه. من يوميها ما اروحش المسجد بحاجه نظيفه، اقسم بالله. شارك روكس بقى دلوقتي من سنتر بوينت من فوق كده اسمه مش عارف داس ولا ما داس ايه كده ب 40 ريال يعني، دفعت في 40 ريال قلت زي بعض بلاش ابو 10 ده. خلاص كل ده بسبب انك انت قلعت الزفته بتاعتك ده وفكرتني باللازم مضى. ايه بقى الكونجنتال انومالي الاولانيه؟ ايه اول كونجنتال انومالي ممكن تحصل يا فهد في الفيرتيبرا؟ ما تكون صعبه سباك الرب. ايه اول الله ينور عليك. الراجل ده احمد شغال، الفهامه بتاعته مش في بريكوردر فيشر بيحصل. ممكن البريكوردر فيشر ده ما يحصلش، صح؟ هيبقى هنا دي ما تكونش، صح الكلام؟ دي كلها هتنزل مع دي، يبقى في فيرتبرا اتكونت من برو فيرتبرا كامله ونص البرو فيرتبرا اللي تحت. هيبقى هنا العدد زياده ولا قليل؟ قليل. هيبقى هايبو نورمال، بدل ما يبقى عندك 31 فيرتبرا هيبقى عندك كام؟ 30 بس. ممكن يحصل تاني ان بدل ما يتكون فيشر واحد بيتكون اثنين فيشر، يتكون اثنين فيشر ففي فيرتبرا زياده هتطلع، يبقى في عندك هايبر ايه؟ نورمال. يا اما هايبو يا اما ايه؟ هايبر نومري، وليس لها اي كلينيكال سيجنيفيكانس، عشان كده مش كاتباني. خلاص؟ هو بس ايه مش عايزين نزود العد وخلاص. ايه اول كونجنتال انومالي مهمه بقى يا شباب تهمنا؟ لما انت يبقى عندك الفيرتبرا كده ويبقى عندك النيورال ارش بتاعك كده والنيورال ارش بتاعك كده اهو، والاثنين مش فيوزد وما عملوش السباين. هنا هيبقى في عندك النيورال تيوب، صح؟ وهنا في السكين. خلاص؟ ده السكين، يعني ده الانتيريور وده البوستيريور، ده السكين، والفيرتبرا بتاعتك من ورا ما فيهاش سباين، او السباين نصين. كلمة نصين يعني مشكوك، يعني ايه؟ بيفيت. ماشي؟ فبنسميها ايه يا رجالة؟ سباينا بيفيتا. اسمها سباينا ايه؟ بيفيتا. يعني الجزئين بتوع الاسباين مش فيوست مع بعض. هذه الاسباين بيفيدا بتاعتك مقسومه الى نوعين. واحده اسمها اسباين بيفيدا اوكالتا. اوكالتا يعني مخفيه.
خلاص وكالتا يعني ايه مفيد يعني كده ولا احد يدري عنها اي شيء سباينا بيفيدا ايه وكالتا ولا تكتشف الا اذا حد راح عمل اكس راي وخلاص راح عمل ايه اكس راي ولقى السباين مشبوك فهنا دي ملهاش اي مانيفستيشن خالص الا سام تايمز هذه السباينا بيفيدا بتعمل لك نوكتورنال انيوريسيس نوكتورنال انيوريسيس ما هي نوكتورنال انيوريسيس ما هي نوكتورنال انيوريسيس والله العظيم لو قعدت حلوه هتفهم اقسم بالله القعده ليزي كده دي هتفهم ايه انت واحد شايف واحد بالياتش وبتتفرج عليه وخلاص سباين اسمها بتعمل لك حاجه اسمها نوكتورنال ان مي بي اسوشيتد ويز لازم اقول مي بي نوت كوزز مي بي اسوشيتد ويز نوكتورنال انيوريسيس ما هي النوكتورنال انيوريسيس يا مراد ايش بتساوي طب اقفل البتاع ده اسمها النوكتورنال ايه انيوريسيس ايه النوكتورنال انيوريسيس يا شباب والله ما هتلاقيها مكتوب ها ديد ها الثلث البولي الثلث الايه البولي او التبول اللا ارادي في المساء العيال اللي بتعمل بيبي على نفسها وهي نايمه بالليل خلاص يعني يقوم كل يوم الفرش مبلوله وهدومه مبلوله اسمها نكتورنال ايه نكتورنال لا انوريسيس يعني ايه يورينيشن ات نوت ذا مين كوز اوف ذا نكتورنال انوريسيس بوت ات مي بي اسوشيتد ويذ نكتورنال انوريسيس اوعى حد يعمل لي كونفيوجن محدش يقول لي ان واحد عنده نكتورنال انوريسيس يبقى ده على طول عنده سباينا بيفيدا ويقول لك الدكتور جمال قال هقول لك لا انا قلت بس انت اللي ايه كونفيوزد وما فهمتش قصدي انا بقول لك ات مي بي اسوشيتد ويز نكتورنال انيوريسيس عند نوت ات از مين نوت ذا مين كوز اوف نكتورنال انيوريسيس المين كوز اوف نكتورنال انيوريسيس مينلي سايكيك سايكولوجيكال مفيش ديزيز بيعمل نكتورنال انيوريسيس سايكولوجيكال يعني ايه سايكولوجيكالي واحد طلع في عيله غجريه بنت كلب ما كانش المفروض انهم يتجوزوا اب وام شمحطيه خلاص شرشحين هو الراجل خمورجي وهي رخله رقاصه وجابوا عيل واحد خمورجي مع واحد رقاصه هيعيشوا ازاي في البيت ولا حاجه الاثنين شمحطيه ومن حواري وكل يوم يمسكوا بقى ماسكها من شعرها ومرمغها الارض وهي مدياله بالبوكس ومرمال وعينيه والعيال واقفه تتفرج السايكولوجي بيلعب دور كبير هنا والعيال دي بتتاثر جامد جدا 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 طبعا واحنا مش فاهمين محدش فاهم يعني لما عيل يشوف ابوه بيضرب امه ولا امه بتحرق ابوه هيطلع راجل سوي مش هيطلع راجل سوي خالص بتبقى مانيفيستد في اليونج ايج بنكتورنال انيوريسيس خلاص انا اعرف بنت تنتها عندها نكتورنال انيوريسيس اب تو 16 ييرز البنت بقت منستريويتد وبلغت ولكن لسه عندها ستيل نكتورنال انيوريسيس عشان الكلب ابوها وامها لسه عمالين يتخانقوا البنت ما خفتش غير لما انفصلوا عن بعض وعاشت او هي انفصلت وراحت عند جدها فانت برضه لما يجي لك حاله نكتورنال انيوريسيس بوت ان يور مايند ات فيرست خد هيستوري كويس وشوف السايكاتري والسايكولوجي بتاعت العيان بتاعك العيال بتاعه بعد كده بتعمل يورين اناليسيس بعد كده بتعمل ايه اكس راي ممكن تلاقي في عندك سباينا بيفيدا وكارتا ولكن غالبا السباينا بيفيدا وكارتا بتبقى اسوشيتد ويز بافت اوف هير ان ذا لوور باك يعني تبص تلاقي خصله شعر كده في الايه فوق الحته اللي فيها الايه السباينز مفتوحه ايه ايش دخل اليورين تو اكسكلود الانفكشن اكسكلود يورين انا يعني اكسكلود انفكشن ممكن يحصل بيس ستايتس كل شويه يحصل بكتيريش جاست تو اكسكلود الانفكشن يو تي اي ها يورين انفكشن انفكشن دي اسمها ايه يا شباب سباينا بيفيدا وكار سباينا بيفيدا ايه وكار بعد كده النوع الثاني من السباينا بيفيدا اسمه مينينجو سي اسمه مينينجو ايه سي ما هذا المينينجو سي يا دكتور جمال؟ انت عندك البوتي اوف ذا فيرتبرا اهي
وادي النيورال ارش بتاعك كامل او عفوا احنا في سباينال بيف النيورال ارش بتاعك مفتوح. مين الست اللي نايمه جوه هنا؟ النيورال سباينال كورد بقى او النيورال تيوب. النيورال تيوب بتاعتك دي سراوندد باي ايه؟ سباينال كورد سراوندد باي مينينجيز، صح الكلام؟ فتبص تلاقي ادي المينينجيز بتاعتك هي المينينجيز بس اللي خرجت من بره والسباينال كورد زي ما هو من جوه وادي السكين بتاعك. يبقى هنا في سيستيك سويلنج فيلد ويز فلويد. شايف في سويلنج ورا في القفا كده او ممكن جسم شايف في سيستيك سويلنج اهو في الباك اوف ذا نيك او سيستيك سويلنج في اللور باك اهو. الرسمه دي غلط، ما ينفعش نطلع نيورال تيشو معاها، الرسمه دي مكتوبه غلط للاسف الشديد. السويلنج بتاعك ده سيستيك فقط لا غير ومليان فلويد. الفلويد ده ايه؟ سي اس اف. فلويد ده ايه؟ سي اس اف. فدي بتسميها منينجو سيل. منينجو ايه؟ طب افرض بقى بدل ما يبقى المينينجيز بس اللي خرجت، لا المينينجيز خرجت ومعاها نيورال تيشو. معاها ايه؟ نيورال تيشو. ودي فيري ديفيكالت. المينينجو سيل على فكره حاله سهله بس مش بالسهوله اللي انت متصورها. ما تقولش سيست وهتخش تفتحها كده وخلاص. لا ده دي كوميونيكيت مع السب راجنود سبيس وكوميونيكيت مع البرين. صح؟ سي اس اف سيركيليشن. فما تقولش ان انا يعني توكل على الله وبمشيئه الله ربنا هيكرمنا وهندخل العياده. يا عم ده دي شكل دبوس وهنفضي لك ايه البتاع دي وخلاص. لا ده طبعا دي هوسبيتاليزيشن واندر كومبليت اسيبتك كونديشن وعمليه محترمه. عمليه انه لازم يدخل وبعدين يقفل الساك ويقطعها ويقفل تاني عشان يمنع الانفكشن، ما يعملوش من انشايتس وانفلايتس. انما لو النيورال تيشو طلعت بيبقى اسمها مينينجو مايلو سيل. اسمها مينينجو مايلو سيل. مينينجيز والمايلو دي اللي هي النيورال ايه؟ تيشو. مينينجو مايلو سيل بتبقى في اللور بارت دايما او ممكن تحصل في الابر بارت، ولكن غالبا بتحصل في اللور بارت وبيبقى معاها نيورولوجيكال مانيفستيشن. دي مينينجو سيل عاديه. مينينجو مايلو سيل بيبقى في نيورال تيشو. دي نيورال تيشو بقى اللي صح اللي طالعه خلاص ولازم تتاكد. طبعا بنعمل ام ار اي وسي تي وحاجات دي بنتكلم، وده غالبا بيبقى معاهم باراليسس في اللور ليمب عشان بتبقى واخده اللامبو سيكرال ريجون فبتأفكت اللامبر بليكسس والسيكرال بليكسس. افرض بقى في حاجه ثانيه طبعا ودي ان انفيتابل وذ لايف. النيورال ارش، النيورال ارش من اول خالص فاكرين النيورال تيوب بيعمل لك قصدي الاكتودرمي يعمل لك النيورال فولد والنيورال فولد يعمل نيورال جروب وبعدين تقفل على بعضها وتعمل لك النيورال تيوب. لا من الاول النيورال فولد بتاعي ما قفلش، فالنيورال تيشو فاتحه. النيورال تيشو نفسها فاتحه. يعني مش احنا قلنا الاكتودرمي بتاعك بيبقى كده خلاص، بعد كده بيحصل هنا النيورال فولد وبتبقى كده اهو عشان تقفل وتعمل لك النيورال تيوب. لا ما قفلتش خالص، يبقى النيورال تيشو بتاعتك دي هتبقى اكسبوزد على السكين على طول. مفيش هنا سكين ها؟ لان السكين المفروض يقفل بعد ما التيوب تعمل. انما هنا التيوب ما قفلتش يبقى مفيش سكين، يبقى هنا هيبقى على طول نيورال تيشو على بره. شايف حتى اللون بتاعها احمر ازاي؟ دي بتسميها ايه؟ راكي سكيزس. وهذه الراكي سكيزس طبعا انفيتابلز لايف لان بيبقى معاها كونجنتال انوماليز ثانيه كتير. يبقى السباينال بيفت يا شباب دي لازم من الحاجات المهمه قوي 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 اللي لازم تطلع بيها من المحاضره. سباينال بيفت او فرطة او منينجو سيل. والمنينجو سيل ثلاث انواع، منينجو سيل، منينجو مايلو سيل او راكي سكيز. في ادي السباينال بيفت الديجريز بتاعتها المختلفه.
spajna bifida od tamta, še fin hena fili spaj, pa fiše spajn pa lahko vertebra, 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 ok, hente defekt, je ena zavša, hente lahko ne lahko vrgilda, ki hente je ena defekt. Vodila ma je tatla el meningis ves, si pa di meningio ma je di el meningio si. La vtela je tenura tiši, ves ma je en meningio ma je si. Del longitudinal, da transverse section vitana, edi spajna bifida occulta, edi meningio si ves, edi meningio ma je si, will appear again in rocky skis. بعد كده بيبقى في عندي حاجة اسمها هيمي فيرتبرا. One half of the vertebra هيحصل له اوسيفيكيشن والنص التاني مش هيحصل له اوسيفيكيشن. يعني انت لما يبقى عندك في الفيرتبرا بتاعتك كده فيها ممكن تبقى نص انتير ونص بوستير وممكن يبقى نص رايت ونص ايه؟ ليفت. لو النص الانتير ده مش اوسيفايد والنص اللي ورا اوسيفايد وحصل الكلام ده في مالتيبل فيرتبرا الفيرتبرا الكولمن بتاعك هيتني لقدام ولا لورا؟ لقدام ناحية الطرية صح؟ ناحية الايه؟ الطرية فلو هو التاني لقدام ده يعمل لك حاجة اسمها كايفوزس حاجة اسمها ايه؟ كايفوزس طب افرض ان اللاترال هاف اوف مالتيبل فيرتبري ما حصلوش اوسيفيكيشن تانو كوندرو يعني في الميزنكايما او في الكارتيليجنس هيحصل الفيرتبرا الكولمن بتاعك هيلف على ايه؟ على جنب النص اللي هو الطرف ده بتسميه سكوليوزس اسمه ايه؟ يعني هنا الهيمي فيرتبرا شايف الفيرتبرا الكولمن بتاعتك مبنيه لاترالي علشان هاف اوف فيرتبرا الناحيه دي مش اوسيفايد الناحيه دي اوسيفايد فالفيرتبرا بتتقوس الناحيه العكسيه اللي ما فيهاش ايه؟ اللي حصل فيها الاوسيفيكيشن دي بتسميها سكوليوزس انما لو الانتيرور هاف بتاعك مش اوسيفايد والبوستيرور هاف اوسيفايد دي بتعمل لك ايه؟ كايفوز ساعات بيحصل بقى في ايه؟ طالما البروسيس نفسها مش ماشيه سويه فاللي عايز اوسيفايد من قدام اوسيفايد واللي عايز اوسيفايد من لاترال اوسيفايد فبيحصل ساعات كومباينيشن ما بين الكايفوز والسكوليوز بنسميه كايفوسكوليوزس اسمها كايفوسكوليوزس يعني واحد عنده كده وكده يعني العمود الفقري بتاعه متبهدل فبنسميها كايفو ايه؟ سكوليوزس في حاجه اسمها ساكراليزيشن اوف ذا فيفث فيرتبرال اوف ذا فيفث لامبر فيرتبرال ساكراليزيشن من اسمها ها؟ واحده لامبر تروح بكام؟ للسكرم وبعد كده هو هتبقى اللمبر فيرتبرا 4 والسكرم هتبقى ايه 6 خلاص ملهاش اي كلينيكال سيجنيفيكانس العكس ما بتاعه اللمبرايزيشن ممكن يبقى في عندك ايه ها ساكرالايزيشن يعني وحده سكرال فيرتبرا هتروح لللمبر اللمبر يبقى 6 والسكرم يبقى ايه 4 يبقى دي اسمها لامبرايزيشن وهي الساكراليزيشن ودي الديفلوبمنت اوف الفيبرال كولمن زائد الكولمنز بتاعتها وسوف يسعدني القصد وسوف